بتروجيت. طيب استاذ حضرتك، استاذ كابتن هشام سريعا معلش ناخد الاستاذ يحيى علي وكيل عمر جابر من سويسرا. مساء الخير يا فندم. الو يحيى بيه، مساء الخير يحيى بيه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كابتن سيف مساء النور. مساء الخير. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. تحيات كابتن اكرامي كابتن هشام حنفي. ما اعرفش مين في الضيوف هيك. كابتن اكرامي كابتن هشام حنفي. انا كابتن اكرامي. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. يعني حضرتك طمنا على اخر التطورات بقى، التعاقد مع بازل، وهل عمر خلاص خلص بالفعل زي ما سمعنا؟ احنا خلصنا امبارح المفاوضات خلصت بين نادي الزمالك ونادي بازل، واللي فاضل بس توقيع العقود، انما كل البنود اتفقوا عليها، وخلال اليومين الجايين ان شاء الله العقود يتم توقيعها وينضم ان شاء الله 1/6. طب هينضم 1/6 هيكون موجود مع الفريق؟ يعني بص حوالين 1/6، يعني مش لسه الميعاد الفاينل ما اتفقناش عليه، انما في الحدود دي يعني. طب ممكن تقول لنا تفاصيل؟ يعني سمعنا مبالغ كتير، وسمعنا ان 1,650,000 يورو راح عمر. هل في بعد كده الترانزاكشن الثاني معمول ديل معين لبيعته الثانيه؟ هل في تفاصيل معينه؟ بص بالنسبه للارقام انا للاسف ما اقدرش اقول لحضرتك على الارقام، اللي دي ملك الناديين هم اللي صرحوا بيها، انما ارقام قريبه طبعا من اللي بتتقال، والموضوع مش الترانسفير فيز بس، الرقم مش كده وبس، هي مجموعه ثانيه من الامتيازات، نسبه من اعاده البيع ومكافآت خاصه لما مع كل انجاز بيتحقق لبازل بمشاركه عمر، كذا حاجه يعني، حاجات نوع من البروتوكول تعاون ما بين الناديين في حزمه اتفاقيات اتفقوا عليها. تمام. هل في وسط الدين ده حصل حديث على حمودي برضه يا يحيى؟ خالص خالص يا فندم، خالص خالص خالص، الموضوع ملوش اي علاقه بحمودي. تمام. هل حمودي مكمل في الزمالك راجع، ولا الامور لسه مش واضحه، ولا هي فتره اعاره وكده كده راجع؟ هي فتره اعاره وراجع، اللي هيحصل فيما بعد الاعاره ده اللي هنشوف بتاعت هل هيكمل في غزل، هل هيقرر ان هو يطلع اعاره حته ثانيه، انه يكمل في الزمالك، يعني لسه الامور ما تنفذش دلوقتي. هو عاد حمودي فاضل له قد ايه في بازل يا فندم؟ 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين. وتريزيجيه برضه مع حضرتك؟ ايوه يا هل تريزيجيه راجع الاهلي، ولا برضه هناك عروض، ولا هيكمل؟ معلش انا اسف الصوت بيقطعك. تريزيجيه كان في كلام امبارح ان هو بعت قال ان هو مكمل في النادي بتاعه، وقال ان انا خلال الاسبوع ده هيبقى فيه عروض، وقال ان هو مش هيرجع الاهلي. هل هو قال كده، ولا الكلام ده مجرد احنا بنسمعه بس؟ تريزيجيه حاجه بتقول امبارح قال ايه؟ معلش حضرتك ممكن تقف في حته لقطه شويه، لان الصوت مش انا غاز عنه. معلش تاني يا فندم. بالنسبه لتريزيجيه امبارح كان في تصريحات ان هو يعني مش حابب يرجع الفتره دي هنا مصر، او مش حابب يرجع الاهلي، وقال ان هو مكمل مع النادي بتاعه، وان خلال الاسبوع ده هيكون في اكتر من عرض معاه. دي تصريحات من تريزيجيه نفسه؟ انا لا. يعني ده اللي سمعناه. لا 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 لا، تريزي ما بيصرحش خالص في اليومين اللي احنا فيهم دول، انما خليني اقول لك الموضوع ببساطه. تريزيجي موقفه الموقف بتاعه معلق لغايه اخر شهر 5، لغايه ما نشوف بازل اندرلاكت هياخدوا الاوبشن اللي متفق عليه مع النادي الاهلي، ولا يمشي من اندرلاكت، وساعتها هنشوف هل هيرجع الاهلي او هيتجه لنادي تاني برضه. تمام. لغايه 30/5 ما حدش يقدر يقول كلمته. طب هو فندم لو مش هكمل مع اندرلخت، هو راجع كده الاهلي، ولا هو فري، ولا القرار معاه، ولا مع اداره الاهلي؟ ده والله ده كلام سابق لاوانه، ساعتها هيبقى الموضوع يرجع للنادي الاهلي خلاص، يعني حتى لو جاله عرض تاني هيتقدم للنادي الاهلي. هيتقدم للنادي، انما بيني وبينك الوقت سابق لاوانه، يعني الكلام في الموضوع ده. طبعا ان شاء الله باذن الله يبدأ بره، يعني بنتمنى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله تاخدهم كلهم بره ان شاء الله باذن الله، دي امنياتنا يعني. ان شاء الله يا رب. اتمنى لك كل التوفيق يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى علي وكيل عمر جابر. الف مبروك لعمر جابر، خطوه طبعا مهمه جدا، مبلغ كويس لنادي الزمالك، وهيقدر نادي الزمالك يدعم بيه برضه الفرقه بشكل كبير.